خدوا جوزي عملوا له موقف العشوائي دوت، عملوا له شهر هيقضي الشهر دوت وهيطلع، بس هيقابل سعادتك سنتين سجن واربعين الف جنيه غرامة. ايه السبب بتاع السبب حضرتك؟ اللي احنا قاعدين في الشقة ديت مش قادرين ندفع الايجار بتاعها. هي الشقة دي تبع ايه؟ الشقة دي تبع الاوقاف، مساكن الاوقاف، حضرتك بتاع 300 جنيه او 400 جنيه حاجة زي كده. وكسر علينا بقى من ساعة ما قعدنا في الشقة دي، مكسور علينا ايجار كتير. فقال لك ايه، فانا طلعت فوق، قال لك بعد ما يخلص الشهر ده سعادتك هيخش في سنتين تانيين حبس سجن واربعين الف جنيه غرام. طب انا اعمل ايه؟ اكل عيالي دول منين؟ وهم اللي جوزي بياكلهم وبيشربهم، بيعمل لهم الاكل وبيعمل لهم كل حاجه. فراجل كبير مش معقوله ان هو هيطلع من شهر يقابل سنتين. فحضرتك دلوقتي بقول لحضرتك لجوزي دلوقتي انا بطلع اتسول سعادتك، بطلع اشحت على باب الله، وغصب عني مش عارف اعمل ايه، مش عارف. جوزي كان يعني على باب الله بيمسح عربيه، ايه بي يعني حد قال له تعالى امسح العربيه دي، حاضر، مش عارفه ايه، حاضر حاجه زي كده يعني يا باشا. فدلوقتي قال لك ايه سعادتك هيقابله كمان سنتين ولا 40 الف جنيه غرامه. دلوقتي حضرتك انا كنت استمنى من ربنا ان انا اطلع لناس مسؤولين ياما يعني، عشان يوفوا حواليا وجنبي، وانا بسترجاكم اللي انتوا تقفوا في الحاله دي، تشوفوا حالتي وتقفوا جنبي. انا معايا 3 اطفال وجوزي محبوس على منه، كان بيوقف موقف عشوائي في ميدان السيد البدوي. دلوقتي خدوه قال لك ايه، معمول له شهر بسبب العربيات، قضى الشهر جوزي راجل كبير في السن تعبان، ودلوقتي خد شهر. ودلوقتي انا خايفه يطلع له سنتين سجن واربعين الف جنيه غرامه في الشقه اللي انتوا شايفينها دي حضرتكم. بس عاوز، ما انا ما حلتيش ان انا ادفع اي حاجه خالص، وست على باب الله بمد ايدي بعد الحادثه بتاعتي ديت. الحادثه بتاعتي ديت انبوبه، سعادتك كانت الانبوبه ديت انبوبه صغيره، وانا بعمل الاكل قامت جايه مولعه فيا، ده ريحتي الاتنين من اول هنا ومن اول هنا، وعامله تجميل ناس ولاد حلال برضك، عملوا لي تجميل في وشي الحمد لله، احمد ربنا برضك عملوا لي تجميل، وكان العمليه دي في مصر عملتها، بس قال لك النسبه اللي ايد وكلام من ده احنا عملنا الوش بس. فالحمد لله هم يعني عملوا له وشي، وبعرف اتعامل برضك، اجيب لي امه لعيالي، اطلع اتكل على الله اجيب له امتي. بس كان شايلني جوزي، كان شايلني انا وعيالي، وكان بياكل ياكل ولادي ويعمل لهم شوط رز شوط مكرونه، وكان بيساعدني قوي 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 يعني. كان ابويا كان قاعد معانا ماشي، كان بيطلع ايه يشتغل ويجي لامي، بقى امي كانت تعبانه ما بترضاش تقوم، كان ابويا بيطلع يشتغل ويجيب لنا اكلنا وشربنا. الحكومه جت نزل ميدان سيد البدوي، والحكومه جت خدته. بعد كده امي تعبت وجالها تعب وقعدت في البيت ما بتقدرش تقوم ولا بتقدر تعمل اي حاجه، واحنا اللي بنروق لها، واحنا اللي بنغسل لها، واحنا اللي بننضف لها الشقه، واحنا اللي بنعمل لها كل حاجه. نفسنا ابونا يطلع عشان ياكلنا ويجيب لنا اي حاجه احنا بنحبها، مش لاقيين. امي تعبانه ولا بتجيب اي حاجه، وبتستلف من الناس فلوس وبتعمل من الناس اي حاجه برضو عشان تجيب لنا اكلنا وشربنا، وفي البيت برضو كنا تعبانين والله.